صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، بنلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامجنا حديث التعليمية على الهواء مباشرة ولقاء يوم الأحد من كل أسبوع. بنرحب بيكم، ومعانا النهاردة أخبار جميلة جدا وفقرات جميلة جدا. هنتكلم النهاردة عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية. يمكن أعلنت النتيجة بشكل رسمي يوم 27/7، ومعاها تم إعلان العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، وده كان بيستوجب علينا الحقيقة استضافتهم وإن احنا نلتقي معاهم ونشوف طريق النجاح والتميز والتفوق ازاي بدأ وازاي انتهى، رحلة الكفاح والجهد يعني كيف بدأت، ازاي قدرنا خلال 9 أو 10 شهور ان احنا نذاكر ونحصل على نتيجة كويسة نفرح بيها الاباء والامهات كل قرايبنا. خلينا النهاردة نلتقي معاهم ونتكلم عن برضو رحلة الامتحانات السنة دي، يا ترى كانت صعبة ولا كانت سهلة، اكثر المواد اللي حبوها، التخطيط للمستقبل، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم عنها، نظرتهم للمستقبل يا ترى بيفكروا ازاي او بداوا يخططوا فيها ازاي. معانا ومعاكم النهارده ضيوفنا الكرام اللي مشرفنا، دكتور حنان علي هاشم عامة شروق، صباح الخير عليكي. ومعانا كمان طالبه شهد ناصر الاولى جمهوريه في الدبلومات الفنيه فني زراعه 3 سنوات، اهلا بيكي يا شهد، صباح الخير، الف مبروك. ومعانا كمان شروق جمال علي اولى جمهوريه زراعه 5 سنين، مرحبا بيكي، اهلا بيكم معانا. وخلينا نبدا ونتكلم ونقول طريق النجاح والتفوق يا ترى بيبدا من الاباء والامهات، التشجيع من البيت، الاسره بيبقى ليها دور مهم جدا ان هي تشجع الابناء من البدايه علشان نشوف النتيجه وهي حصاد النتيجه الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا اكيد طريق النجاح بيبدا من الاسره، اهتمامهم بالطالب نفسه، توفير الظروف والاجواء المتاحه ليهم بالهدوء والمثابره والمذاكره، كل ده بيبدا من الاسره، من البيت هو الاساسي في وصول اي طالب لدرجات عليا وتفوق دائم. جميل، دايما بيقال ان كلمات التشجيع والمؤازره والعزيمه بتبقى افضل بالنسبه للطالب عن ان احنا نعنفه طول السنه واقعد وذاكر واجتهد ومفيش فايده وانت بتلعب وانت، فالحته دي او النظريه دي او الفكره دي هل بتختلف فعلا مع الطالب؟ بدل ما نثبت العزيمه نرفع من معنوياته طول السنه، نديله كلمات ان انا بثق فيك، ان انا متاكده ان انت هتجيب نتيجه كويسه، تعالى على نفسك، تحامل على نفسك، يعني هل فعلا الكلمات دي بيبقى ليها تاثير مختلف جدا او واقع مختلف على الطالب؟ طبعا اكيد انا مع حضرتك في كل الكلام دوت، هو الاسلوب ده في التعامل مع الطالب في حد ذاته، خاصه ان الطالب طول السنه الدراسيه بيبقى عنده ضغط نفسي وعصبي ومكبوت ومذاكره ومدارس ودروس واهتمام ولازم نذاكر ولازم عشان نعمل نوصل نجيب مجموع عالي ولازم نتفوق، كل ديت بتبقى ظروف عصبيه الطالب بيكون تحت ضغط ليها. فدور الاباء واولياء الامور في ان هم يتبعوا اللي حضرتك قلت عليه دوت، اللي هي الكلمات الطيبه المؤازره، الثقة، الفخر بالطالب نفسه، أنا واثق فيك إن أنت هتنجح، وواثق فيك إن أنت هتستمر، وواثق فيك إن أنت هتعبر هذه المحنة بالنسبة للطالب، تعتبر محنة بالنسبة للطالب. جميل، طيب شهد عايزة أتكلم وأقول النجاح، لأن إحنا النهاردة بنقدم عبرة وبنحاول نكون قدوة ونصيحة لغيرنا، يا ترى باختيارك التخصص اللي أنت كملتيه في الدبلوم هو اللي ساعد على إنك تجيبي النتيجة دي، ولا حب النجاح من وانتي صغيره والتفوق والتميز اللي موجود فيكي واللي اتغرس فيكي هو ده اللي احنا شفناه واللي حصدناه يوم 27/7؟ هو طبعا يعني كان حب النجاح زي ما حضرتك قلتي، وان انا كان عندي هدف من اول سنه اولى ان انا يعني اوصل اللي انا وصلت له ده دلوقتي، وبرده لسه عندي حلم ان انا اكمل ان شاء الله واخش الكليه. يعني من وانتي صغيره ماما وبابا وهم أيوة. بداوا يقولوا لك على ان احنا عايزينك تتفوقي، أيوة. مش اختيار بقى زراعه ولا صنايع ولا غيرها من التخصصات، مش كده. هو ده الفرق ومش ده المغزى الاساسي بالظبط كده، ان انا كنت محدده هدفي وان انا كنت داخلاها وانا حباها. تمام، يا ترى السنه دي يعني تحديدا كانت مختلفه تماما بقى، في بنذاكر في وسط كورونا، في عهد كورونا، في كل شويه قرارات جديده بتحصل، في يعني اجزاء من المنهج بتضاف لا بتحذف، مواعيد بتتقدم مواعيد بتتاخر، هل الجو ده او الاسترس ده اثر عليك كتير؟ هو اثر شويه، ان ايه ان احنا كنا لازم بقى ننزل المدرسه، كنا متعودين طبعا كل شغلنا معظمه عملي،
النظري عندنا بنطبقه دايما بالعملي، والمدرسين كانوا بيصروا ساعات ان هم ينزلونا يوم، فاحنا كنا طبعا ممنوعين اننا ننزل ايوه علشان خاطر ظروف كورونا فما وكده. كانتش منتظمه الدراسه بالشكل الطبيعي، فده كان بيأثر بقى عليك، يعني انت اتحرمتي من ايوه الجزء بالظبط العملي كده. مثلا، وده كان بالنسبه لك بتستمتعي هو بيه. الحمد لله يعني المدرسين كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ينزلونا علشان ايه نستفيد في العملي وكده، جميل. فاللي هو كان تأثير بس مش كبير قوي. هما استمتعتي المدرسين بدراستك حاولوا. للزراعة 3 سنوات أو كده؟ يعني ده كان بالنسبة لك ممتع؟ طبعا لان هي تجربة جديدة ومواد مناهج تقريبا انا ما خدتهاش قبل كده طول سنين الدراسية، جميل. فكنت استمتعت طيب جدا. شروق جمال، عايزين نتكلم عن الأولى على مستوى يعني الجمهورية، قولي لنا رحلة يعني المذاكرة والكفاح، واحنا بنسميها حتى كفاح لأنها سنة، يعني مش بس بتذاكري ترم وبتمتحني وخلاص، لكن أنت بتذاكري مثلا يعني عدد كبير جدا من المواد خلال سنة، بتحطي حلم معين، هدف معين نفسك إن أنت تحققيه، فقولي لي اختيارك للتخصص بدأ من مثلا بعد الإعدادي، ولا أنت بتحبي دوت، حد شجعك على زراعة؟ هو كله يعني في حد شجعني على الزراعة، وفي الأول إن أنا كنت حاطة هدف إن أنا عايزة أدخل كلية الزراعة من الأول، فاخترت زراعة 5 سنين إن أنا بعديها أكمل. وطبعا لما دخلتها بقى تخصص التصنيع الغذائي أصلا حاجة ممتعة وحلوة جدا. بيبدأ تخصص من سنة كام؟ إيه لا هو مش تخصص من سنة كام، هي المدرسة عامة تصنيع. تمام. إيه ما عندناش يعني طول التخصص 5 سنين بقى بتدرسي الأساسي تصنيع. في الكلية. طبعا التصنيع عامة حاجة ممتعة جدا، ان انت بتعرفي محتويات الحاجة بتمر على ايه، بيحصل لها ايه، ايه سلبياتها ايه ايجابياتها. يعني الحاجة يعني المواد هناك بتبقى زي حاجة تسلية مشوقة ان انت عايزة تعرفي ايه اكتر فيها. يعني زي ما شهد قالت الجانب العملي اكتر العملي من احلى طبعا، وبيخلي الواحد يدي ويذاكر النظري، مش محتاج كمان يذاكر نظري، هو بيطبق النظري بالنسبة اللي هو عارفه في العمل. بيبقى فيه بقى زي درجات على العملي مثلا، او في اختبارات اه بتتعمل، في طبعا تقييم على العملي اه بتعمل. طبعا بس احنا طبعا عشان ظروف كورونا احنا المفروض لينا تدريبين ان احنا بنروح مصانع وبنلف عليها، فطبعا عشان ظروف كورونا المصانع ما رضيتش، فده بقى الجزء اللي اتحرمنا منه من العمل. وغير ان احنا برضو المدرسة كانت ادت اجازات برضو بسبب الكورونا وكده. كتير. فالعام الدراسي ما كانش ما كانش متصل متصل او ما كانش ومتقطع منتظم. بالنسبة لك وكده، ده أثر عليكي برضو انتي وزمايلك صح؟ اه طبعا، وكان يعني زي عامل لنا حالة نفسية وحشة شوية، اللي هو حاسين ان الدنيا بتضيع مننا، كل شوية اجازة كل شوية وقف، كل كانت الدنيا ملخبطة معانا شوية. يعني اكتر المواد اللي حبيتيها واكتر المواد اللي كانت صعبة، الامتحانات كانت سهلة السنة دي؟ كانت يعني حلوة نوعا ما، يعني في طبعا مواد احنا بناخدها وعارفينها وحبينا جدا، المدرسين طبعا هم العامل الاساسي ان هم يحببونا فيها، وفي مواد ما حدش كان بيدينا فيها عشان عجز المدرسين والكلام ده، فكنا بنضطر ان احنا بقى نعتمد على نفسنا ونذاكر اي حاجة منها من الكتب على طول. بالظبط كده. لكن الامتحانات الحمد لله مرت كانت بسلام. يعني الحمد لله يعني. كانت قبل رمضان ولا بعد رمضان ولا كانت ايه؟ لا كانت بعد رمضان. الحمد لله، يعني جت في يا الحر الحمد لله شوية. يعني جت بعد رمضان كانت احسن يعني. الحمد لله. الحمد طيب لله. نرجع تاني للدكتور حنان، واتكلم واقول احنا كنا بنتكلم عن جزئية مهمة جدا، وهي تشجيع اولادنا. يوم حصاد بقى النتيجة 27/7، يا ترى يعني كيفية اعلان النتيجة، اعلامك بالنتيجة حصل ازاي، في تليفون جه، كان في توتر مثلا اليوم اللي قبلها، ولا الامور كانت عادية جدا، احنا بنمارس حياتنا بشكل طبيعي وفي انتظار النتيجة؟ والله احنا كنا بنمارس حياتنا طبيعي جدا، احنا كنا في انتظار النتيجة اوريدي، الى ان جالنا تليفون لشروق دكتور محمد عامر محمد عمارة، وبلغها بالنتيجة. طبعا دي كانت مفاجأة، يعني انا مهما اوصفها لك يعني مش هقدر، يعني ما فيش كلام اقدر اوصف بيه فعلا فرحتنا ما والمفاجأة كنتيش اللي احنا مصدقة كنا فيه. تليفون، ولا الكلام اللي اتقال في التليفون، كل ولا ايه؟ حاجة بصراحة، كل ولا حاجة يعني النتيجة نفسها؟ النتيجة والتليفون، لدرجة ان احنا افتكرنا ان في ناس بتهزر معانا. يعني انا عايزة اقول لك ان حاجة احنا زي لا كده. كان في حالة، يعني بصي مهما اوصفها لك مش هقدر اقول لك. والتليفونات المنزلية ما بقوش في اقبال والتليفون اصلا على رد عليها، فنظام انت رد واحنا انت عادة رد. اصلا ما بنردش على تليفونات غريبة، يعني احنا عادة يعني سبحان الله ان احنا نرد على تليفون غريب وتطلع دي النتيجة
لا مش متخيله حضرتك بصراحه بقى، والعيله بقى والاحباب والقرايب لا كانت حاجه حلوه قوي. هيتعمل الاحتفال ان شاء الله، وعلشان كده احنا بنشكر شروق ان هي يعني عيشتنا حقيقي الاحساس دوت. يعني احنا يعني احنا كنا متوقعين انها تطلع من الاوائل، مش بس اولى جمهوريه، لا دي حاجه جميله قوي. جميله يعني بس كنت شايفاها مجتهده طول السنه، كانت بتعمل اللي عليها، يعني يكفي كلمات بسيطه قوي كانت بتتقال لها يعني، صح؟ لا هي شروق ما شاء الله عليها، هي ملتزمه حقيقي، وملتزمه في كل حاجه حقيقي، مش في دراسه بس. وده يعني اولا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي ما بنقول كده، الابن اللي مش بيتعبني بقى في المذاكره ولا في النتيجه ولا في الكلام طول المناهده طول السنه، لا لا, لا. خالص خالص. لا هي ما شاء الله عليها شروق يعني بتعتمد على نفسها الحمد لله، وحتى في ظل ظروف كورونا، وزي ما قلنا ان هي ما بتروحش المدرسه، كل ده كان الحمد لله ما اثرش كتير عليها يعني. لا 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 خلاص خالص الحمد لله رب العالمين، الا انها برضو كانت بتحتاج بعض المساعده التشجيعيه، مساعده تشجيعيه ان حد يبقى قاعد جنبها ياخد يعني يوازرها، يحسسها ان هي فعلا ان احنا كلنا مهتمين بيها. طبعا ده شيء اساسي لاي طالب. بعد كده هتبقى شروق بقى شروق هي نموذج وقدوه، وتقولي في العيله او تضربي بيها المثل في العيله ان يعني اختك قريبتك بنت عمتك بنت خالك كذا، فعلا يعني دي حقيقه، دي حقيقه. انه لازم نكرم هذا الشخص ويفضل اسمه كده موجود. طبعا 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 التكريم ليها اصلا ده بيكون حافز مش ليها هي لوحديها ولا للعيله، لا لكل اللي زيها، كل الطلبه اللي بيشوفونا دلوقتي، ده تحفيز ليهم ان فعلا التعليم الفني مش وحش يا جماعه. التعليم الفني بيفتح افاق كتيره جدا جدا، هي قاطره التنميه عندنا هنا في مصر. لازم فتحت ابواب كتيره جدا لمجالات العمل مختلفه على مستوى الجمهوريه. فعلشان كده احنا عندنا حاجه اساسيه اسمها ثانوي عام. كل جميل. كل الاهالي اتجاهها في اتجاه ثانوي عام. ثانوي عام على اساس ايه؟ كليات قمه. يعني انا واحده من احدى اولياء الامور، انا ارفض كلمه كليات قمه وكليات دون المستوى، الا ان دايما الطالب هو اللي عنده المقدره ان هو يكون في القمه ام لا. وبتشوفي من وجهة نظرك ان الابن او الابنة او الطالب ان هو يحدد مستقبله حتى ابتداء من بعد الاعدادية، ده شيء مهم، ده اساسي، هيديله ثقة بنفسه. بالظبط كده، ده اساسي، هو اللي لازم هو لازم يعرف انا عايز ايه. يعني ضد انت الوالدين او الاباء والامهات اللي اعمل ده وادرس ده عشان انا حابب ده عشان قرايبنا كذا عشان دي حقيقة، انا معاكي في ده فعلا، انا ضده جدا. الا ان في بعض الطلبة هم لازم يكون في سبورت معاهم، لازم يكون في حد بيوجههم للأصلح. يعني انا مش ضده خالص، الا اني توجيه بسيط، توجيه، ومع اني برضو ولي الامر بيبقى عارف مقدره وقدره ابنه او بنته هيعمل ايه، فيتحاور معاه انت عايز ايه، انا شايف انت ممكن تبقى فين، وبيبقى في حوار اقناعي ما بيننا وما بين بعضنا. جميل. ناخد من كلام دكتورتنا الجميله وهو الحوار، وعايزين نقول يا ترى طول السنه كان في نصيحه، كان في ارشاد، كان في توجيه، ولا الحمد لله شهدي كانت عارفه الطريق من الاول، كانت مصره، كانت حاطه قدامها هدف معين، خطه معينه مشيت عليها. كنت عامله لنفسي خطه طبعا، وكان عندي دايما ان هو الهدف بتاعي كل ما احس ان انا تعبت خلاص مش قادره، كنت قاعده افكر ايه انا هدفي اساسي اهو موجود قدامي، لازم اتعب شويه تاني. جميل. قوليلي السنة كانت متعبة، طول السنة كانت متعبة، أجواء المذاكرة نفسها كانت عاملة إزاي؟ بيعدي علينا رمضان، بيعدي علينا إجازة نص السنة، كنت بتدي نفسك وقت مثلا للقراية، هوايات معينة، تنزلي ممكن تعملي تمرين معين، تفرجي على التلفزيون، كان في حاجات بتتعمل ولا الحياة بقى من إيه تزد مذاكرة؟ هو طبعا يعني كنت في الأول خالص بدين نفسي وقت إن أنا لما اتعب مثلا ان انا بقسم دايما المذاكره بتاعتي. انا من النوع اللي بحب اقسم جدا، انا مثلا ايه المواد اللي عندي قد ايه، بعملهم يعني من اول شهر كده زي ما بنقول، عملتي لنفسك خطه، عملتي لنفسك جدول معين مشيت عليه. ايوه بالظبط كده، كنت الجدول ده كنت بمشي عليه، كنت بغيره طبعا من اسبوع لاسبوع، وكنت مقسمه لنفسي عدد ساعات معين، مثلا 6 ساعات بقسمهم على اليوم كله، طبعا بدي لنفسي استراحه بقى، عايزه انزل شويه. جميل. عادي عايزه اقعد شويه على التليفون عادي برضو. في اواخر بقى مده يعني مذاكره قبل الامتحانات، كان في وقت للمراجعه خصصتيه ولا يا دوبك بقى قفلتي الماده مع بدايه الامتحانات؟ طبعا وفي اواخر الامتحانات ديت كنت بنام في اليوم مثلا 3-4 ساعات، عدد ساعات اقل.
كنت عاملة وقت للمراجعة. لكن تنسيق المواد نفسها في فترة الامتحانات كانت كويسة، بمعنى ان هي ما كانتش يعني في مثلا زخم، ما كانتش مكدسة ورا بعضها، يعني الحمد لله كنت بتطلع من المادة عندك وقت تاني المادة جديدة. ايوة، لان كنت مقسمة نفسي فمدية لنفسي الفرصة ان انا اذاكر اللي بعدها. بالظبط كده، مفيش ولا مادة زعلتي منها، ضايقتي؟ هل كنت بتفكري فيها، بتراجعيها مع زمايلك، ولا خلاص زي ما نقول صفحة وانتهت؟ كنت على طول صفحة وانتهت وقعد ادعي بقى اللي هو ان شاء الله هيبقى خير، انا تعبت وربنا هيجازيني، انا تعبت خلاص كده الحمد لله. كان في حل امتحانات للسنوات مثلا السابقه؟ يعني برضو دي بيقال ان هي بتبقى مهمه جدا، استرشاديه، بتعرفك السنين اللي فاتت كانت ماشيه ازاي. طبعا كنت بجيب الامتحانات ديت وبقعد احلها، وكانت فعلا بتبقى مفيده جدا بالنسبه لي. جميل. شروق، عايزه اتكلم عن نمط المذاكره. في ناس بتذاكر يعني جماعي، في ناس بتذاكر فردي، في ناس بتذاكر بالتليفون، في ناس بتذاكر بالانترنت، يعني انواع مختلفه. لكن قرب الامتحانات بقى وبدايه فتره الامتحانات، هل انت انعزلتي تماما كده وعملتي لنفسك كده زي بوتقه ومكان تذاكري فيه، ولا التليفون قالوا ايه وقلنا ايه والنت ويبعتوا رسائل ونشوف القصص دي، هل بتتدخلي فيها او دخلي نفسك فيها، ولا بتحبي ان انت تركزي لوحدك؟ هو بحب ان انا اركز لوحدي، بس طبعا كنت متصله برضو بموضوع ان احنا نتكلم على طول انا وزمايلي او انا والمدرسين على النت وكده، عشان يعني انا ممكن ابقى واقف قدامي حاجه فلازم اسالهم، بس بنتحاور مع بعض. ممكن نسال بعض عن حاجات معينه محدش عارف السؤال ده الكلام ده، بس طبعا لما باجي اذاكر بعزل نفسي تماما عن البيت حتى، يعني من باب اكتشاف او استكشاف لو في زي ما انت قلتي اسئله امتحانات، حاجه مش عارفين نحلها. لكن الجو بقى بتاع القلق، انا مش عارفه اجاوب، انا قلقان، انا خايف، انا لا عادي، دي الكلام ده بيجي بس في وقت انت تكوني يا اما خلصتي تكوني مش بتذاكري اصلا، بتلتحسي اصلا، اقول ليه بتخليه يدخل جوه حياتك يبقى مؤثر معاكي، ولا انت اول ما تسمعي الكلام ده بتبعديه تماما؟ لا، ما يعني بقول انا سايباها على ربنا والحمد لله، يعني هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. غير كده لا، ما يعني بحطش في دماغي قوي عشان ما احسش ان ده حاجه بتاثر عليا سلبي. زي شهد، هل لما كنت بتخلصي ماده توترتي منها، كانت مثلا طويله الاسئله مثلا كتيره بالنسبه لك، هل ده كان بيعمل لك ستريس، ولا الحمد لله كنت بتقفلي كده يلا وهن ايه نبدا اللي بعدها؟ لا الحمد لله كنت بقفل، وكنت بقول الحمد لله على قد كده، وخدت على قد تعبي وجاوبت اللي انا ذاكرته وكله تمام. كان ما بتراجعيش بعد كل امتحان؟ في مواد كنت براجعها، بس كنت براجعها مثلا عشان صحابي بيراجعوا فكنت براجع معاهم. هو في العاده انا ما براجعش اصلا. والله مش بتحبي المراجعه يعني؟ لا ما براجعش ولا مع المستر ولا المدرس؟ لا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه عشان ساعات لو لقيت حاجه غلط، وانا مثلا بالاخص بقى لو حاجه انا عارفاها ومذاكراها، لو لقيتها غلط عندي دي حاجه بتضايقني، فبحس ان هي ممكن تاثر عليا في مذاكره الماده اللي بعديها. الامتحانات الحمد لله كلها بكل المواد اللي فيها يعني عدت بشكل كويس. الحمد لله. كاجراءات وكنماذج امتحانات جت زي السنين اللي فاتت، كله كان تمام الحمد لله. كان تمام الحمد لله، كله كان كويس قوي يعني نوعا ما، وعدت على خير الحمد لله. يوم بقى 27 اعلان النتيجه، طبعا في ارقام وفي تواريخ في حياتنا وذكريات كده يعني نيفر ايفر انها تنتهي. يعني اليوم ده لما اعلنت النتيجه، هل بداتي تفكري خططي المستقبل بعد كده، الخطوه اللي جايه ايه، ولا انت سابقا كنت مفكره فيها؟ هو من اعدادي وانا مفكره فيها، يعني من قبل ما ادخل المدرسه اصلا وانا مفكره فيها انا عايزه كذا. اللي اختلف بقى ان انا بس لما دخلت المدرسه قررت اختار تخصص ايه، يعني لما ادخل الكليه هدخل تخصص ايه. اخترتيه لانك بتحبيه، ولا انه بناتي شويه بقى وبعد؟ لا مش موضوع بناتي، الفكره ان انا درسته فحبيته قوي، وكمان عامل كبير قوي على المدرسين. سالتي عليه قبل ما تدخلي؟ مهم قوي، تخصصات كتير جدا، فان انت تعرفي. سالت طبعا بالذات السنه دي سالت كتير جدا عن التخصصات وكل حاجه، بس طبعا انت لما تكوني دارسه حاجه وبالاخص المدرس محببك فيها قوي، طبعا انا بحب المدرس اصلا بتاع المواد دي، فطبيعي ان انا هبقى كويسه فيها جدا وحابه ان انا ادخل القسم ده.
جميل. فبالنسبه لي دي بس اللي كانت الخطوه بقى اللي انا كنت مخططه لها من سنه 5، يعني من قبل كمان ما اعرف النتيجه. جميل. نقطتين عايزين نتكلم فيهم كده، يعني قبل ما نختم هذا اللقاء ونقول، هل الاباء والامهات يتدخلوا اولياء الامور في فكره الدراسه وممكن نروح المدرسه ونبدا نسال ومستواه ايه واخباره ايه وبيجي ومنتظم وكده، ولا شايفه ان ده بيبقى نوع من التدخل قوي في حياه الطالب والمفترض انه ما يحصلش؟ هو حضرتك ده بيتوقف على طبيعة سلوك الطالب نفسه، وطالع من البيت وأهله بيبقوا عارفين واثقين فيه، هو رايح المدرسة وجاي من المدرسة ورايح درسه ورايح التدريب بتاعه بيجي، إلا أني طبعا من آن إلى آخر بيفضل أن أنا أتابع من بعيد، بس مش بصفة مستمرة علشان ما يكونش دوت يعني إيه يمثل مشكله ليه بالضبط بالنسبه للطالب. يعني انت كولي امر كبابا او ماما، بعدين هما كبروا بقى في مرحله 16 17 سنه، فما بيبقاش يعني بقى ايه الشخصيه، تكوين الشخصيه وانا مسؤول، فلا بد ان تكون واثق فيا اكتر من هذا. ولو في حاجه غلط انا هاجي اقول لك ان انا ما عملتش او انا ما روحتش المدرسه. خطوه تحديد المستقبل نتناقش فيها ونقعد نتكلم فيها، ولا شايفه ان الجيل دلوقتي خلاص هو بيبقى محدد، هو فاهم، هو عارف، يعتمد على نفسه، ولا العكس بقى الاجيال دلوقتي يعني خايبه شويه عن زمان، محتاجه نصيحه، محتاجه ارشاد، محتاجه توجيه، ولا انصح العكس بقى من اجيال زمان؟ بصي حضرتك، هو طبعا لازم يكون في باب من ابواب التوجيه تمام والنصيحه. انا شايف يعني نتيجه الخبره الحياتيه، انا ابني او بنتي، انا 1 2 3، انا شايف لك 1 2 3، ونتناقش انا وهو بحيث نوصل لحل يرضينا احنا الاثنين، هو يكون مقتنع بيه، علشان هو لو اقتنع بيه هينجح فيه، لكن لو انا ضغطت عليه ممكن ما يمشيش في المجال اللي انا فرضته عليه. فلازم هو يكون مقتنع بنسبه كبيره. بتقوليها بناء على حب للمجال ده، ولا بتبقي سائله وبتبقي عارفه زي اللي بيجي يدخل مدرسه، الام والاب بتسال عن 5000 مليون مدرسه لحد ما تهتزي ان دي ذا بيست او هي دي احسن مثلا مدرسه؟ دي مشكله على فكره بيعانوا منها اولياء الامور على فكره، ان هم اللي حضرتك بتقولي عليه دوت. بس انا بالنسبه لشروق قد يكون علشان انا نفس التخصص، مامتها نفس التخصص، فكان فالنصيحة مبنية على الخبرة بالضبط كده. فهي الفكرة كلها ان هي استجابت للنصيحة للتوجيه. هي بصراحة من الإعدادية قالت انا مش عايزة الضغط بتاع الثانوية العامة، انا مش حابة ادخل نفسي تحت ستريس، انا مش عارفة بعد كده ممكن يحصل معايا ايه. يعني هي بذكاء شافت ان في بوابة تانية، والبوابة التانية ممكن تكون كده مثلا اسهل واقصر والنتيجة مضمون. ودي بصراحة كانت احلى حاجة في شروق بالمقارنة باخواتها بالمجموعة اللي عندنا بالابناء. يعني الطالب فاهم وعنده كده سعة صدر ودماغه كويسه بيفرق مع اهله كتير قوي. اكيد اكيد اكيد. هو ما انا بقول لحضرتك يا بناء على هذا، يعني احنا نفس التخصص، فاحنا بدانا، هي قالت لا انا مش عايزه ادخل ثانويه عامه، هي جايبه مجموعه يدخلها ثانويه يؤهلها وبجداره للثانويه العامه، الا انها قالت لا انا مش عايزه ادخل في مجال ان انا اتعب اعصابي، يعني وانا مش عارفه ايه مخططي بعد كده او ايه اللي انا ممكن اوصله بعد كده. لا طب انا هحدد حاجه معينه بحيث ان انا اوصل لها من البدايه، وقد كان فكان مرشح ليها كذا مجال. فزي ما قلت لحضرتك كده، قد يكون عشان انا نفس المجال، مامتها نفس المجال، فهي حابه انها تخترق هذا المجال نتيجه لوجود ماما وعمته. ف طيب روشيتا هتقولها لنا بقى يعني العامه كده بشكل عام لكل الاولاد المقبلين بقى على يعني التعليم الفني. وانت قلتي كلمه حلوه الحقيقه من 5 دقايق، قلت لنا فعلا انه بوابه جميله وانه يعني اطار جديد المفروض ان احنا نبدا نفكر فيه، وممكن نبعد عن الاسترس بتاع الثانويه العامه، قد يكون المستقبل مضمون، قد يكون مثلا اسهل. يعني في النهايه لازم يكون عندنا يعني حتى سعه تفكير كده، ما نبقاش كلنا ماشيين في ترند واحد او اتجاه واحد. حضرتك هو انا طبعا بواجه يعني النصيحه لاولياء الامور قبل الطلبه بصراحه، يعني ان لازم يشوفوا قدرات اولادهم ايه. في احنا عندنا مدارس كتيره جدا افتتحت، تم افتتاحها عندنا في بلدنا، تؤهل الطلبه لمجالات عمل مباشره بعد التخرج، وحياه عمليه كويسه جدا بالظبط كده. الا انها كمان هذه المدارس على فكره هي مش قليله في القيمه، لو احنا جينا قلنا الاعداديه جاب مجموع عالي، لا ده المدارس دي بتاخد من مجاميع عاليه جدا قد يكون اكتر من مجموع الثانويه العامه، يعني بيتهافت عليها الطلاب دلوقتي حاليا، لان دلوقتي اولياء الامور بدات
تتجه ايه اللي بعد كده ابني، انا مش عايز ابني يشتغل ويطلع يدرس يدور يدرس على وبعد كده يطلع يدور على شغل تقدير كل الناس جايباه، وندخل بقى في عايزين ناخد دورات تدريبيه، عايزين ان احنا ندخل تخصص متفرد ما حدش دخله قبل كده، فليه ندخل في قصه كتيره دي بالظبط كده، وخصوصا ان احنا عندنا فرص كتيره قوي تؤهلنا لهذا بالزبط. يعني تؤهلنا لها. بس مش معنى كلامي ان انا بمحي الثانويه العامه، لا خالص، انت بتتكلمي على انه في مدارس فنيه وتكنولوجيه، وعلى ان في تخصصات دلوقتي ولاد وبنات لازم يدخلوها، لان دي كمان هتفتح لهم بوابه للحياه العمليه. بالضبط كده بالضبط كده. طيب شهد، نقول بقى نصيحه لكل المقبلين بقى، كل اللي خايف بقى محتار في التخصص في المجال في يعني هيدخل بقى لسه ويدرس كده، هتقولي له ايه؟ هو لازم طبعا يعني انه يحددوا الهدف، وبناء عن تحديد الهدف بقى بتشوفي ايه هي اسهل طريق هيدخلك ليه. ان شاء الله. روشته سريعه كده. هقول لهم بس ان هم يبقوا محددين ان هم عايزين ايه، ياخدوا الطريق اللي يوصلهم على طول الاقصر، ما يدخلوش في مجال مجهول بالظبط، بس يدخلوا بس يحددوا هم عايزين ايه ويدخلوا على هذا الاساس. جميل، نصايحكم الحقيقه وارشاداتكم وتوجيهاتكم جميله، انا شخصيا استفدت منها اكتر كمان من طلابنا الاعزاء. يا رب دايما كل النجاح والتوفيق، السعاده، البهجه، الابتسامه الجميله اللي شايفينها على وجوهكم النهارده. اشكركم لوجودكم معانا. شكرا. مشاهدينا الكرام، هنروح معاكم لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونتواصل مع فقره جديده من فقرات برنامجنا حديث التعليميه على الهواء مباشره، ابقوا معنا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في الفقره الثانيه من هذه الحلقه. مستمرين معاكم وبنقدم لكم نماذج لاوائل الدبلومات الفنيه. طبعا يعني كتير من الناس اكيد غيرت فكرتها عن التعليم الفني اللي فعلا بدا يثبت نجاحه في كثير من المجالات، خاصة مع اهتمام الدولة في الوقت الحالي بالتعليم الفني. وزي ما شفنا في الفقرة الأولى وزي ما هنشوف دلوقتي، يعني في طلاب استثمروا فعلا وقتهم بشكل جيد جدا في التعليم الفني وقدروا يحققوا نجاحات عظيمة ووصلوا إلى أوائل الجمهورية، وطبعا بينتظرهم مستقبل جيد جدا في الجامعة بإذن الله. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، أستاذ أحمد السيد، أستاذ التبريد والتكييف بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، برحب بحضرتك أهلا وسهلا. محمود إيهاب منصور، الثالث على الجمهورية في التكنولوجيا التطبيقية، أهلا بيك يا محمود. ويوسف عادل، الأول على الجمهورية في التكنولوجيا التطبيقية، أهلا بيك يوسف، برحب بيكم، صباح الخير وسعداء بوجودكم معنا النهاردة. وأعتقد أنها فرصة جيدة جدا أن احنا نقدم النماذج الطيبة المتعلقة بالطلاب المتفوقين في التعليم الفني. يعني أستاذ أحمد سيد، لو كلمتنا عن انطباعك وإحساسك إيه لما بيكون طلابك بيوصلوا لهذه المكان. في البداية برحب بحضرتك، أنا كنت مبسوط جدا إن الطلاب بتوعي كانوا من أوائل الجمهورية، ودول نتيجة لمناخ وفرته الإدارة بالكامل من المدرسة، من إدارة المدرسة للجو البيئي التعليمي اللي كان موجود، بداية بالمجال العمل اللي بقوا ينفذوه اللي كان بيبقى متوفر لهم عن طريق الإدارة بتاعتنا، فأنا فخور بهم جدا وأتمنى لهم مستقبل مبهر ان شاء الله. تمام. احمد، يعني كلمني عن بداية دخولك التعليم الفني، يعني هل كان عن رغبة، هل كنت متفوق قبل كده، هل كان ليك متاح التعليم الثانوي العام وفضلت التعليم الفني؟ الحمد لله بفضل ربنا. اولا انا كنت جايب مجموعة ان انا ادخل ثانوية عامة، بس الحمد لله يعني ربنا اختار لي ان انا ادخل مجال التعليم الفني، وانا حبيت المجال من اول ما دخلته، واستثمرت جهدي ان انا اطلع من اوائل الجمهورية على مستوى التعليم الفني، لان انا حبيت المجال وحبيت ان انا اكون موجود فيه. كان دي رغبتك من البداية انك تدخل التعليم الفني وتتفوق فيه؟ ايوه كانت رغبة مني ان انا ادخل، وكان عندي حلم كبير ان انا ابقى مهندس، فقلت ان التعليم الفني ممكن ان انا باقل مجهود ان انا اخش كلية الهندسة اللي انا كنت عايزها. انت عارف بقى يعني احيانا بيبقى في نظرة كده يعني مختلفة شوية عن التعليم الفني، يعني في وسط اصحابك في وسط معارفك كانوا بيبصوا لك ازاي، وانت كنت يعني بتتعامل معهم ازاي؟
هو حضرتك في الاول اول ما دخلنا المجال كان في سخريه برضو بعض الشيء ان احنا مثلا في تعليم فني، فالحمد لله يعني بعد ما احنا دخلنا وشافوا ان انا متفوق وكنت متفوق في الثلاث سنين مش في السنه دي بس، فهم قالوا لي يعني الحمد لله ان انت دخلت المجال ده احسن مننا، احنا لو مكانك ورجع بينا الزمن احنا هندخل تعليم فني زي ما انت دخلت بالظبط. تمام. بالنسبه لك يا يوسف برضو كلمنا عن البدايات، وهل كان اختيارك انك تدخل تعليم فني برغم انك كنت تقدر تدخل تعليم ثانوي عام؟ حضرتك انا كنت جايب مجموع الثانوي، بس انا برضو حبيت اخش التعليم الفني لان التعليم الفني دلوقتي هو مستقبل مصر في الفتره الحاليه، وبرضو الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التربيه والتعليم بداوا يهتموا بالتكنولوجيا التطبيقيه والتعليم الفني، فده حسيت ان هو مستقبل مصر، ف بقى ليا رغبة اللي انا اخش في التعليم الفني، لان التعليم الفني دلوقتي يعني هو بيشتغل العمالة الفنية في المصانع كلها، وانا حبيت المجال ده وحلمي ان شاء الله اللي انا اكمل فيه واخش كلية هندسة الحمد لله. إن شاء الاسرة الله. كان موقفها ايه من اختيارك؟ الاسرة يعني كانت دي رغبتها، يعني كان رغبتها ان انا اخش في التعليم الفني في مدرسة العرب الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، وهم برضو ما تعرضوش معايا وقالوا ده مستقبلك وانت اللي تقرر. اختيارك للتخصص كان بناء على ايه؟ وهل كان صعب بالنسبه لك انك تختار التخصص؟ التخصص في المدرسه بيبقى في مقابله شخصيه مع المدير، هو بيقول لك انت نفسك تخش قسم ايه؟ فانا قلت له عاوز اخش قسم تبريد وتكييف لان حابب المجال ده. ومع المذاكره والاجتهاد اي حاجه بتبقى سهل. تمام. استاذ احمد يعني كلمنا اكتر عن من مدرسة، يعني مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية دي تعتبر مدرسة حكومية. هي مدرسة حكومية. هل هي مدرسة جديدة؟ هي مدرسة جديدة، دي أول دفعة تتخرج منها، دفعة يوسف ومحمود، والحمد لله المدرسة قدرت تحقق التسع مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية في التكنولوجيا التطبيقية، وده جه نتيجة إن المدرسة موفرة كل الإمكانيات المتاحة للطالب، بداية من يوم الدراسي بتاعه إن هو بيبدأ من الساعة 7 يدرس معايا 6 ساعات نظري في الاسبوع، وبعد كده 6 ساعات عملي في الورشه بيطبق كل حاجه هو خدها. طب نيجي للتدريس النظري، هو موفر له كل الامكانيات الالكترونيه سواء من البروجيكتور سمارت بورد موجود ان هو الطالب يتفاعل معاه وبياخد دور المدرس، والمدرس بالنسبه له بيبقى ارشاد وتوجيه. بعد كده بينزل العملي في الورش والمعامل الموفره للمدرسه بالاجهزه الحديثه، ويبدا ينفذ، واحنا بنتبع اسلوب اسمه التكرار عن طريق ان احنا عندنا شويه ان احنا بندرس عن طريق مجموعات، المجموعات دي بيبدأ طالب ينفذ وبعدين الطالب اللي بعده، فبيقرر قدام المعلومة اكتر من مرة فبالتالي بتثبت عنده، فبيبقى الطالب ناقصه بس ان هو يراجع في البيت يعمل هومورك، يقدر يراجع المعلومات اللي هو خدها وبالتالي يقدر يتفوق بشكل كبير. تمام. بعد كده بيتم بعد الثلاث ايام النظري بيتم ينزل البيئة الصناعية خلال المؤسسة العربي في المصانع بتاعتها، يبدأ ينفذ ويتعامل مع البيئة الصناعية بتاعته خلال المصانع اللي موجودة مع مجموعة العربي. فأنا بشكر المجموعة كلها على توفير الإمكانيات ديت اللي ما كانتش متاحة. هل الإمكانيات دي ممكن بتكون متوفرة؟ يعني في بعض الأقسام بيبقى متوفر فيها إمكانيات أكتر من أقسام غيرها بحكم طبيعة المجال؟ لا، هو مدرسة العربي فيها ثلاث أقسام، قسم الميكانيكا وقسم الكهرباء وقسم التبريد والتكييف. يعني في أحيانا مدارس أو تخصصات بتحتاج لإمكانيات متوفرة في مصانع. تمام. هو بالنسبة للأقسام دي كل الإمكانيات بتاعته هو شريك صناعة، فبيوفر له كل الإمكانيات اللي هي موجودة في المصنع بحيث أن الطالب بتاعه يكون مؤهل أنه هو يشتغل في المصنع بتاعه في المجموعة بتاعته، فبيوفر له كل الإمكانيات اللي يقدر يشتغل عليها ويطلع طالب يتواكب مع سوق العمل ومتطلباته. تمام. طيب يعني محمود يعني لو كلمتنا عن حياتك بقى في المدرسة وإزاي بدأتها بتفوق واستمرت فيه بهذا الشكل، وهل فعلا كانت في مستوى طموحاتك وتوقعاتك؟ هو في الأول كده مفيش حاجة سهلة أولا، بس الإنسان كل ما بيتعب أكتر كل ما العقبات بتبقى أسهل. يعني مثلا في الأول خالص كنت بواجه مشكلة إن أنا بصحى بدري، فلما اتحديت الموقف ان انا اصحى بدري فبقت سهل، لان بقيت ان انا اصحى بدري لوحدي اروح مدرستي الساعة 7، يومي بيخلص الساعة 4 اوصل بيتي،
كنت برضو بهتم بحتة ان انا مش اذاكر الوقت كله، لازم ان انا افصل، لان لو ذاكرت الوقت كله هيبقى عندي ملل من المذاكرة. فكنت بفصل بحاجة كويسة ان انا بتمرن في الجيم، يعني حاجة رياضية برضو تنشط الذاكرة بتاعتي. ما كنتش بلعب العاب الكترونيه في الفتره ديت. كنت بقى اجي من الجيم ابدا بقى اذاكر. كنت عامل جدول لنفسي ان انا مثلا اذاكر في اليوم دوت عربي، امسك العربي ما سيبهوش الا ما اخلص، ما نمشي الا ما اخلصه. اليوم بتاعي كان بيخلص وتكرر العمليه تاني يوم مثلا عندي ماده تانية، بمسكها اخلصها كامله وبعد كده اليوم بتاعي بيخلص وتكرر العمليه. ده بالنسبه للشق النظري، لكن بالنسبه للشق العملي، واعتقد ان الواحد لما بيحب حاجه خاصه في مجال التعليم الفني اللي بيوفر امكانيه ان الواحد مثلا لو بيحب حاجه تلاقي نفسه بيشغل نفسه بيها حتى في خارج اطار الدراسه، فهل كنت تجد ضالتك في اي شيء بقى يعني في الحياه كده كنت بتمارس بشكل عملي اللي انت بتتعلمه في المدرسه؟ هل كنت بتسعى لده؟ انا كنت بشوف ناس يعني في قسم تكييف وتبريد، يعني لما حاجه كانت بتبوظ عندنا فكانوا بيعملوها، فانا حبيت المجال دوت من الناس اللي انا شفتها. فلما دخلت المدرسه دخلت قسم تكييف وتبريد، والمجال جميل ويعتبر سهل. المهم يعني لما دخلنا المصانع وكده فاتمرنا في المصانع واتدربنا ان احنا نبقى على اعلى مستوى في التركيب والصيانة. تمام. طيب يوسف، برضو يعني لو كلمتني عن المدرسة، حياتك فيها قضيتها ازاي؟ هل كنت واخدها جد من البداية؟ كنت بتسعى انك انت تنمي نفسك من خلال المعرفة والمعلومات اللي بتتعلمها في المدرسة؟ هل كانت في مستوى طموحاتك؟ حضرتك انا من سنة اولى وانا حاطط هدف قدامي اذا ان شاء الله اكمل واخش كلية هندسة. فانا كنت بسعى من سنة اولى ومرت، وبرضو المدرسة كنت بعاني برضو. ما قلتش بقى لما اوصل سنة تالتة هبقى اتصرف. كنت واخدها من سنة اولى اللي هي مثلا جد اللي انا حاطط هدف قدامي وعاوز اوصله. وبرضو من حتة الوقت برضو كانت بتضايقني، لان كنت بقوم الساعة 5:30 الصبح، لان المدرسة من معدة من الساعة 7 لحد الساعة 3 العصر. فكنت بنزل من البيت الساعة 6، بوصل المدرسة 7:15، عبقى نخش نقف في الطابور ونطلع نحضر الحصص. والمدرسة برضو بتبقى موفرة كل حاجة، إمكانيات إدارة المدرسة ومؤسسة العربي موفرين كل حاجة من ناحية في النظري، مدرسين على أعلى مستوى. البيئة كانت مشجعة يعني؟ كان معاك طلاب متفوقين كتير مهتمين؟ كنتوا يعني دايما الناس عندها يعني فكر كده إن طلاب التعليم الفني يعني بيلعبوا مش بيهتموا بالتعليم؟ حضرتك في مدرسه العربي، لا في مدرسه العربي الطلاب كلها معاهم مدرسين على كفاءه عاليه، والاداره قويه، يعني انت بيحفزك ان انت تذاكر وحاطينها وتحط هدف قدامك عشان توصل له. لا فما يعني في النظام بتاع مدرسه العربي غير كده، غير المدرسه الفنيه الثانيه. والمدرسه برضو بتوفر كل بتوفر الامكانيات كلها من ناحيه الامكانيات النظريه والعملي، بنطبق كل حاجه بنشتغل بايدينا وبننزل المصنع. بننزل المصنع في فترة التدريب يعني 3 أيام نظري، في يومين بننزل فيهم المصنع نتدرب فيهم ونشوف خط الإنتاج ونشتغل. فيعني عندنا خبرة وعارفين الحياة. العملي أحسن ولا النظري؟ يعني فترة التدريب بالنسبة لك كانت ممتعة؟ العملي محتاج فهم، النظري برضه محتاج فهم بعد أنت تراجع عليه عشان يثبت في دماغك، إنما العملي لازم فهم، لازم فهم عشان عادة كنتوا بتبدأوا بالنظري الأول؟ بناخد النظري وبننزل نطبقه عملي في الورش. يعني بنشتغل نظري 3 ساعات وبننزل نطبق عملي. وكل يوم على كده برضه مع التكرار، لو أنت برضه في معلومة ناقصة أو حاجة أي أستاذ تقول له ما يبخلش عليك بأي حاجة وتشتغل بإيدك مرة واتنين. تمام. أستاذ أحمد، يعني بقالنا حوالي سنتين بنعيش في ظروف مختلفة، إلى أي مدى كان ده له تأثير على التعليم الفني؟ وهل يعني التعليم الفني ما تأثرش قوي زي مثلا التعليم العام بالظروف اللي عايشينها؟ المشكلة كانت عندنا في جائحة كورونا إن التعليم الفني بيعتمد بنسبة كبيرة على التدريس العملي، فبالتالي الطلاب مش هتقدر تنزل مع الظروف اللي كانت موجودة. فكنا بنقدر نوفر الامكانيات عن طريق الاونلاين، نبدا نشرح لهم، نشتغل معاهم عملي عن طريق الاونلاين. تمام. فكان بيبدا يشوف التجربه بتاعته بتتنفذ وبيقدر يتغلب على الوقت ده، بالاضافه ان احنا كنا بنقدر نجيبهم على فترات بعيده جدا، يقدروا اللي عنده مشكله يراجعها ويقدر يشتغلها لوحده. ما كانش بينفع نجيب الطلاب عشان كان بيحصل مشكله عشان جائحه كورونا وكانت الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها، بس الحمد لله قدرنا نتغلب
نتغلب على المشكله ديت. والطلبه بتاعتنا طلعت الحمد لله متفوقه، يعني الحمد لله حصلنا 9 مراكز الاوائل على مستوى الجمهوريه في مجال التكنولوجيا التطبيقيه. حابب اوضح بس ان في فرق بين التعليم الفني بشكل التعليم الفني بينقسم لانواع كثيره، بدات معانا من نظام الثلاث سنوات وبعد كده الخمس سنوات، المزه الصناعيه والتعليم التقني. جه في الاخر بتوجه من الاداره السياسيه ووزاره التعليم الفني ان هم بداوا يفتحوا المدارس التكنولوجيه. المدارس التكنولوجيه بيكون ليه شريك صناعه، بالتالي يكون هدفه الاول ان الطالب بتاعه يكون محقق كافه الشروط اللي تخليه مواكب لسوق العمل. فكانت اهم ميزه في التكنولوجيا ان هو بيرفع عنده السكيلز اكتر من النولج بتاعته، يعني بيخليه يشتغل بايده ويرفع المهاره بتاعته اكتر من النولج، فبالتالي بيقدر الطالب بتاعه يكون مواكب لمتطلبات سوق العمل. تمام. كنت دايما بتفكر يا محمود في حياتك المستقبليه وهتعمل ايه، وهل يعني كنت بتمارس اللي انت بتتعلمه بشكل جيد، وهل مثلا توفر ليك انك تشتغل او تجد فرصة عمل كده جانبية بجانب دراستك تنفذ فيها او تمارس فيها اكتر اللي بتتعلمه في المدرسة؟ وطبعا كان في فرص عمل، بس المدرسة اصلا موفرنا ان احنا نشتغل، يعني نتعلم على اعلى مستوى، مش هشتغل بره بقى. فهم كانوا المدرسة الادارة بمنظومة العربي كاملة كانت موفرنا ان احنا ننزل المصانع نشوف بعينينا نشتغل بايدينا مش نظري بس. فحتة العمل بجانب المدرسة دي كانت متوفرة اصلا في المدرسة. الفترة الخاصة بالظروف بقى والجائحة والحاجات دي، هل استفدت منها كويس برغم يعني حدوثها ولا اتأثرت بيها؟ هو إدارة المدرسة عملت أونلاين، يعني حصص على الإنترنت، كان المدرسين بيدخلوا يشرحوا أكننا في الفصل تماما. كنا بنفهم بنسبة مثلا 95% من المعلومات. لو في حد واقع منه معلومة أو أي حاجة كنا بنرجع لمدرس المادة كان بيرجعها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نفهم الحاجة اللي وقع مننا دي. وانت يوسف يعني كلمني عن الدروس الاونلاين، كنت بتستفيد منها كويس؟ كنت مندمج فيها؟ كنت شايفها صعبه ولا ممكن مع الوقت بقت اسهل بالنسبة؟ لا هي برده كانت في الاول كانت برده فيها نسبه صعوبه، بس مع الوقت وبقى برده مذاكره من الطالب اللي هو يعني الدرس يخلص يبدا اللي هو يراجع عليه عشان المعلومه تثبت، بقت ما سهل. وحضرتك احنا ما بناخدش دروس بره، فيعني معتمدين على شرح الاساتذه اللي في المدرسه، فدي برده لازمه. وبرده مدرسه العربي موفره اساتذه على اعلى كفاءه، يعني الدروس بتاع الاونلاين برضو لما كانت على النت، فدي برضو كانت اكنها بالظبط اكننا في قلب المدرسه. هي فانت برضو بقى مذاكره من الطالب واهتمام منه، يعني ان شاء الله يقدر يحقق اللي هو الهدف اللي هو عاوزه. تمام. استاذ احمد، يعني وجودك في مدرسه زي دي، يعني اعتقد هم بيقال انها بتختار مدرسيها، فهل فعلا يعني هو حضرتك مدرسين على مستوى عالي؟ وهل حضرتك مثلا مستمتع بوجودك في مدرسة زي دي وتدريسك للطلاب وبتحقق نجاحاتك من خلالهم؟ انا بداية كنت نفس الطريق اللي الشباب ان شاء الله ياخدوه، كنت تعليم فني وبعد كده كملت البكالوريوس بتاعي. بعد كده كان في مشاكل بتواجه التعليم الفني على ايامي، فلما لقيت ان المدارس التكنولوجية بتتغلب على معظمها عن طريق اللي هو بيوفر له ان هو يبقى مواكب لسوق العمل، فكان عندي شغف ان انا اكون فرد منها. طيب نرجع للمدرسة ديت، ازاي بتختار الطلاب بتاعها؟ بتختار المدرسين بتوعها؟ المدرسين عشان يبقى في مدرس في المدرسة ديت بيتعرض لاربع اختبارات. اولا اختبار التخصص بتاعه، بعد كده اختبارات الكمبيوتر ICDL والICC3، وبعد كده مقابلة شخصية مع الادارة سواء الادارة المدرسية او الادارة بتاع وزارة التربية والتعليم الفني، بعد كده بيقعد اختبار لمدة سنة على ان هما يحددوا مستواه وكفاءته. فبالتالي بيكون ظروف صعبة جدا ان هو يلاقي، فبالتالي بيبقى عنده عجز في المعلمين الكفاءات. بس التعليم الفني اصبح بنظام التكنولوجي مستوى عالي جدا، واتمنى ان هو ياخد نظرة كويسة من المجتمع المصري. توفر الامكانيات دي اكيد كان بيبقى لها تأثيرها الايجابي على الطلاب. طبعا هو كان موفر له الامكانيات خلال العدد والادوات اللي موجودة عنده في المعامل والورش، بالتالي العدد دي ما كانتش موجودة على ايام التعليم الفني بالنظام القديم. لما هو وفرها له اصبح عنده ان هو عنده الاوائل على مستوى الجمهورية، بالتالي ان هو اكيد اتت ثمرها
ان هي اجهزه متقدمه جدا، فبيقدر الطالب يستفيد منها بشكل كويس جدا. تمام. محمود كلمني عن رحله التفوق بتاعتك، وهل تدرجت؟ يعني هل كنت متفوق في الاول بعد كده كنت اكثر تفوقا؟ اي سنه كنت اكثر فيها تفوقا، وبالذات بقى السنه الاخيره كلمني عنها، عملت فيها ايه وازاي ختمتها يعني ختام مسك؟ انا كنت الحمد لله اول ما دخلت المدرسه داخل جد ان انا دخلت المجال اللي انا بحبه بقى، فلازما اهتم شويه اكتر مما انا كنت بهتم في الاعداديه وكده. فانا لما دخلت المجال اللي انا بحبه بدات اذاكر اكتر، فاهتميت بالتعليم بتاعي اكتر من سنه اولى لحد سنه ثالثه. فالحمد لله بفضل ربنا خدت مركز ثالث على مستوى المدرسه في سنه اولى، ورابع او خامس مش كنت فاكر. عامل حسابك انك تحقق مركز على مستوى الجمهوريه؟ بفضل ربنا وبفضل تعبي الحمد لله اللي انا كنت اللي ربنا كثفه لي، انا كنت اعتقد ان انا هطلع من اوائل الجمهوريه في السنه دي. كان في حد متوقع ده ليك برضو؟ تيتا في البيت. والمدرسين؟ المدرسين طبعا لهم فضل كبير ان احنا نذاكر. يعني مدرس الماده لو حببك في الماده هتعمل في الماده ما بوسعك، يعني لو الماده صعبه هتشتغل عليها ان انت تنمي الصعوبه بتاعتها عشان المدرس بيحببك في الماده. والحمد لله المدرسين بتوعنا كلهم كانوا محببيننا في المواد بتاعتنا، فعشان كده كثفنا جهدنا في المواد والحمد لله طلعنا اول الجمهوريه. ايه اكتر المواد اللي حبيتها جدا واستفدت منها؟ ماده التخصص التبريد والتكييف، دي اكتر ماده انا حبيتها في المدرسه عامه، لانها تعتبر الماده الوحيده الغريبه عن المواد اللي احنا كنا بندرسها قبل كده. لان دي الماده النظريه بتاعتنا، والعملي برضو كنت بحبه قوي. تمام. يوسف برضو كلمني عن رحله تفوقك ومدى تدرجك فيها، وايه اكتر يعني وقت كنت حاسس انك عندك حماس اكتر انك تعمل حاجه؟ يعني حضرتك برضو في سنه اولى طبعا المركز الاول، يعني حاجه في سنه اولى حضرتك انا كنت يعني جايب مجموع في سنه اولى 95.2، فكنت طالع الخامس على المدرسه. وفي سنه ثانيه برضو لما جت جائحه كورونا فطبعا عملنا بحث. في سنه ثالثه يعني سنه ثالثه برضو عندي شهاده، فانا يعني كسبت كل جهدي ومجهودي في السنه الثالثه دي بالذات عشان دي الشهاده. برضو بفضل برضو مدرسه العرب والاداره والمدرسين، هم برضو ليهم الفضل على جميع الطلاب في مدرسه العرب. كنتوا بتتعاملوا ازاي بقى مع العملي في ظل ظروف الجائحه؟ يعني الى حضرتك يعني في اخر فتره احنا كنا بنروح المدرسه لحد يعني اعتقد ان برضو يعني ممكن بيبقى فيه باتباع الاجراءات الاحترازيه. اكيد كنتوا ماشيين حالكم يعني. كنا ثلاث دفع، فكل دفعه بتروح يومين، سنه اولى بتروح يومين، وسنه ثانيه يومين، وسنه ثالثه يومين. فيعني احنا كنا العمل بالذات اهم حاجه عشان لازم نفهم، وده وامتحاننا فيه في اخر السنه، وامتحاننا في العمل كل واحد كان بيشتغل بايده، فالعمل ده اهم حاجه هو وماده هو النظري. حققت طموحاتك؟ الحمد لله يا بابا. داخل ايه بقى؟ ان شاء الله اخش هندسه. هندسه ان شاء الله. قسم قسم ميكانيكا باور. ده تبع قسم يعني في فرع منه قسم تبع قسم التبريد والتكييف. واحب اشكر برضه في الاخر اداره مدرسه العربي ومدرسه العرب ومؤسسه العرب لكل اللي كانوا في يوم من الايام بيبصوا لك كده انت يعني ايه، انت شخص عادي ودخلت تعليم فني. اول ما دخلت برضه كان في واحد نزله انت برضه كنت زمايلي دلوقتي انت مهندس بقى. خلاص زمايلي برضه كانوا بيقولوا انت دخلت الثانوي ليه؟ قلت له انا حابب المجال ده وان شاء الله في هدف في دماغي وان شاء الله هوصله. واحب يعني اي حد يخش من التعليم الفني يكون حاطط هدف قدامه ويحاول يوصل له، والتعليم الفني دلوقتي يعني هو مستقبل مصر في الفتره الحاليه. تمام. بالنسبه لك برضو يا محمود يعني كلمني عن طموحاتك، هتعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ اولا كده احب اشكر اداره المدرسه الباشمهندس سامي والباشمهندس سالم او الدكتور علاء، لانهم وفروا لنا الامكانيات كلها ان احنا نحقق المراكز دي. ولو احنا ما كناش حققنا المراكز دي كنا نخسر، لاننا كان عندنا كل الامكانيات ان احنا نحقق. طموحاتي ان شاء الله ان انا ادخل هندسه قسم ميكانيكا برضو زي يوسف، لانه بيضم قسم التكييف والتبريد، هو المجال اللي احنا بنحبه عامه. انتوا كنتوا تعرفوا بعض من المدرسه؟ قبل المدرسه لا بس من المدرسه من ساعه ما دخلنا المدرسه بقينا يعني اصحاب واكتر من اخوات بعض بقى. بنشجع ولا بتنافسوا بعض؟ لا احنا اخوات مع بعض على طول، كنا بنمشي مع بعض ونذاكر مع بعض كمان. هو بيحفزني وانا بحفزه برضو مع بعض على طول. تمام. استاذ احمد كلمه اخيره تحب توجهها لمين وتقول لهم ايه؟
في البداية خالص أحب أشكر كل من ساعد في إن احنا نخرج كوادر بالشكل ديت، من أول القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم الفني، وأشكر برضو إدارة المدرسة، الباشمهندس سالم، الباشمهندس سام، الدكتور علاء، إن هم قدروا يوفروا كل البيئة المناخية اللي تساعد الطلاب بتاعتهم إن هم يكونوا من أول على مستوى الجمهورية. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا ليكم ضيوفي الأعزاء، أستاذ أحمد السيد أستاذ التبريد والتكييف بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الطالب محمود إيهاب منصور الثالث على الجمهورية في التكنولوجيا التطبيقية، ألف مبروك. أيضا يوسف عادل الأول على الجمهورية في التكنولوجيا التطبيقية، ألف مبروك. أتمنى لكم مستقبل زاهر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لختام هذه الحلقة اللي قدمنا فيها نماذج طيبة للمتفوقين في التعليم الفني، واللي قدروا من خلال مجهودهم وتعبهم وإيمانهم بقدراتهم إن هم يوصلوا للجامعة ويحققوا طموحاتهم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة أخرى من البرنامج، إلى اللقاء.